مساء الخير لكل المشاهدين يلي عم يحضرونا. ضيف هيدي الحلقة من برنامج في الميزان ضابط بالجيش اللبناني خدم الوطن لبنان طوال 40 سنة، منا 7 سنين على الحدود الجنوبية من بيت بنت جبيل ومارون الراس إلى مرج عيون، وسنتين على الحدود الشرقية ببعلبك. هو أحد الضباط يلي أمضوا خدمتهم العسكرية بالميدان وبقيادة الجند بالعمليات العسكرية، وهو من عشاق السيادة والحرية واستقرار الوطن. هو رجل دولة ولكن هو رجل فكر أيضا، حاصل على شهادتي دكتوراه من جامعة السوربون، وهو أستاذ بالتاريخ بالجامعة اللبنانية بين عام 1990 وعام 2005، وعنده العديد من المؤلفات وصلت ل 175 كتاب بمعظمها بموسوعات، من أبرزها تاريخ الجيش اللبناني بالفرنسية وتاريخ الجيش اللبناني بالعربية. هو مرشح عن المقعد الأرثوذكسي بالكورة العميد المتقاعد الدكتور سامي ريحانة. حضرة العميد أهلا وسهلا فيك معنا اليوم بالحلقة. أهلا فيك. بداية عميد، ليه ترشحت على الانتخابات النيابية وليش على لائحة القوات اللبنانية بالتحديد؟ ليش ترشحت على الانتخابات النيابية؟ نعم. تعرفي بالكرة في كان نواب كبار. نعم. كبار مرقوا بالكرة، يعني سميلي فؤاد غطون، فيليب بولوس، بخت حكيم، شارل ملك، بمدي كان كلهم عظيمين، واجا بعد منهم كمان نواب نحترمهم ومنقدرهم، توفوا الله يرحمهم كلهم، الله يرحمهم كلهم. يعني لازم حدا يترشح من الكورة يكون عنده إمكانيات إنه يعمل شيء بالشأن العام. نعم. يقدر يخدم، يقدر يخدم البلد، يكون معود على الخدمة العامة، معود على الشغل. نعم. العام. لقيت إنه أنا لازم أترشح، يعني وأصدقائي ولاد الكورة اللي بعرفهم وبيعرفوني كمان طلبوا مني انه ترشح، انت عندك امكانيه لانه انت فاضي اول شيء، وبعدين سبق واشتغلت بالشان العام. نعم. وبعدين مسقف معك 2 دكتوراه من السوربون، كاتب كتب، وانت مدير من احدى اكبر دور نشر بلبنان اللي هي دار نوبلت. بعدني لحد هلا انه مؤهل لاترشح. نعم. هذا سبب دفعني لاترشح. هلا الشق الثاني من السؤال انه ليش على لائحه القوات؟ على لائحه القوات. نعم. هذا سؤال مهم، لانه بتعرفي لحتى يترشح الواحد بده يكفي، ليكفي بده يتحالف مع حدا. نعم. ما في ده لوحده. انا طلعت مين بدي يتحالف مع مين، بدي يتحالف ما بدي شوفي فكري انا شو بينسجم مع مين. يعني انا فت على الجيش سنه 59، خدمت 40 سنة. فؤاد شهاب وقت فت على الجيش كان اول سنه عامل رئيس جمهوريه، وقبله كان كمي شمعون كمان من اكبر الرؤساء بلبنان. واجا فؤاد شهاب اللي هو كل فكره استقلالي وسيادي. عبد الناصر كان نص إله عبد الناصر. نعم. ما قبل يستقبله، ما قبل يقعدوا وياه إلا على حدود، عملوا خيمة أدري. نعم. رئيسان عملوا خيمة لحتى ما يروح لعنده. لا، إيه ده فؤاد شهاب؟ أنا 40 سنة شربت هالفكر تبع فؤاد شهاب، سيادة. نعم. الاستقلال، الحرية، الجيش. نعم. الجيش اللي بيرعى البلد كله، ما في غيره. نعم. ما في غيره مسلح بالبلد، هو بيحمي الحدود. نحن عدنا 7 سنين على الحدود. إسرائيل وقت كانت خط خطوة كنا نشتبك نحن وياها، مش إنه مثل ما بدها يعني تعمل، كنا كلنا هيك. هذا الفكر السيادي أنا شربته، فات براسي من عند الرئيس. جيت هلا بدي أتحالف مع حدا، مع مين بدي أتحالف؟ بدي أتحالف مع اللي عنده نفس الفكر، نفس فكر فؤاد شهاب، سيادي، الاستقلال، الحرية، منع الفساد، الجيش حامي الوطن. شفت كل هودي القصص بالفكر القوات اللبنانيه. اكثر شيء بيمثلهم هلا هن القوات اللبنانيه. نعم. مش هيك مشيت مع القوات اللبنانيه. نعم. ببيان الترشيح قلت انه نحن بنريد سياده لا تبعيه
وطن لا مزرعة. برأيك عميد هلأ نحن عايشين بمزرعة، خاصة مع هذا الانهيار اللي عايشينه يلي ما شفنا مثله بتاريخ لبنان، ومع كل هالفساد يلي عم يفتك بالقطاعات تبعه للدولة، نحن هلأ عايشين بمزرعة؟ هلأ حضرتك قلت نريد وطن لا مزرعة. نعم تسميات هيدي نموذج يعني. بس نحن هلأ عايشين بوطن يعني؟ نحن عايشين بوطن يعني؟ نحن خرمنا 40 سنة، أنا خرمت 40 سنة لا أرتاح بنهاية حياتي. هلأ ماني مرتاح. خبرنا شوي الفرق بين أيام زمان وهلأ. ده الفرق بين هلأ ولا أوكي. بالأول شو بدك الداكن؟ كان يطلع لي راتب كتقاعد مع مدير دار نشر. هلا المهم اللي بيجوني من اثنين سوا من شغلتين ما في يشتري بنطلون، ما في يشتري قميص، بروح على المستشفى ما بيستقبلوني مع انه انا مضمون من الجيش. نعم. بتروحي على الصيدليه ما في ادويه، اذا لقيتي دواء حقه هذا نص معاشك. نعم. بتروحي تتعبي بنزين، صرنا جمعة بدنا نعبي بنزين، ما حدا بيعبي البنزين. مين برأيك أوصل لبنان لهيدي المرحلة الخطيرة؟ يعني نحن مين برأيك أوصل لبنان لهيدي المرحلة؟ يعني عايشين بمزرعة. مش شخص وحده أوصل لبنان. نعم. بس في شخص لنقول ساهم أكثر من غيره. نعم. يعني اللي حاكم هلا البلد، اللي حاكم بلد مفروض هو ما يوصلها لهون. إذا توصلت البلد لهون هلا المسؤولين هن الحاكمين. وهن القضايا اللي بايدهم، وهن اللي ما بيعملوا شيء الا لمصلحتهم. هيدا وصل البلاد لهون. بعدين رجال الدوله بيحاولوا ما يوصلوا الشعب، مسؤولين عنه، الشعب مسؤولين عنه، مش انا مسؤول عنه، في ناس مسؤولين عن الشعب. الشعب وقت وصل لاسفل الدركات ما ممكن يعني، ما حدا بيحميه. هلا اذا بدك احكي لك عن كل شيء. نعم. امبارح عائلة مرة مع ثلاث بنات، يا حرام، صبايا 20 و16 22 مقتولين ومرميين بمغارة. صحيح. كل يوم في مشكلة بين هالنوع. الوضع الأمني غير مستقر. غير مستقر. بعدين قمح بكره بعد شوي ما بيعود عندنا طحين، الخبز كان بليرتين هذا صار ب17 ليرة، ما في ياكل. إذا واحد عنده 7-8 أولاد طيب بدهم يمنعوا العالم يجيبوا أولاد؟ إذا عنده 7 أولاد وهو مرته ما بيأدي خبز معاشه. الشباب اللي بده يشتغل بيشغلوه بس بيعطوه معاش أنجا يوصلوا على شغله ويرجعوا من شغله بنزين، حق بنزين. شو بدك أكثر من هيك عايشين فيه؟ انهيار بكافة مفاصل الدولة والمنظومة كلها مسؤولة عن هيدا الموضوع، مش شخص معين مثل ما عم تقول الحاكم البلد. مين بتقصد حاكم البلد؟ بتقصد الرئيس أو بتقصد حدا؟ كل اللي مسؤولين عن البلاد مسؤولين عن الدرجة المنظومة كلها يعني اللي وصلنا له. نعم. تحدثت أيضا عن الحياد اللي طالب فيه البطريرك الراعي، هل برأيك عدم تطبيق الحياد اليوم ووجود سلاح بلبنان أوصل إلى مقاطعة لبنان مع الدول العربية والدول الدول الخارجية؟ يعني عدم تطبيق الحياد أوصل الوطن إلى ما هو عليه؟ هلا الحياد، نعم، في بتعرفي بالعالم في دول كبيرة في دول صغيرة. نعم. الدول الصغيرة واللي حواليها دول كبيرة وأقوى منا مرات عديدة بيعتمدوا الحيادة. سويسرا بلا الحيادة. نعم. شو عيب يعني؟ لا مش غلط. بلجيكا بلا الحيادة. في دول كتير أكبر من لبنان وأهم من لبنان وأغنى من لبنان حياديين. يعني وقت في مشاكل بين فريق وفريق تاني، بين بلوك وبلوك تاني، اوكي، بيحاولوا يتدخلوا، ما بيزيدوا المشكل، ما بيزيدوا المشكل، ما بيصفوا مع ناس ضد ناس. معلوم لبنان بلد صغير، لبنان بلد صغير وحد منه في دول كبيره ومسلحه واغنى منه، من صالحه يكون بالحياه كل العالم. ما لازم يكون منه منيح مع حدا يعني، مع الشرق مع الغرب، يعني بلا ما نسمي دول الدول العربية
ما لبنان من مؤسسي جامعة الدول العربية. معقول لبنان يكون زعلان هو الدول العربية؟ ما بيجوز، ما بيجوز. برأيك مين الفريق اليوم يلي ما بده الحياة بلبنان وبده يضل يتدخل بالشؤون الخارجية؟ صرحوا من اللي بده عم يصرحوا، واللي بده الحياة عم يصرح بده الحياة. الحياة اللي نوتراليتي نوتر، مثلا الشعب العادي بده حياة، بده يكونوا منيح مع كل العالم. بتعرف الدول العربية شو كانوا يساعدونا؟ عندك فكرة قديش في شباب في لبنانيين بالخليج؟ صحيح. وأهلهم هون عايشين من وراهون، وخصوصا هلا وقت اللي نزلت العملة تبعنا، العملة اللبنانية انحدرت بهالشكل هذا. يعني صار اللي قاعد بهالدول العربية إذا ودى لأهله أشياء بسيطة من الدولارات بيعيشوا فيها بلبنان. يعني مش من مصلحة لبنان تخريب العلاقات مع الدول الخليج، لأنه آلاف اللبنانيين عم يشتغلوا هناك. صحيح. الدول العربية فعلا بيحبوا لبنان، بيقدروا لبنان، وهن قالوا أنه اللي عم يشتغلوا عندنا ما دخلهم بالشيء اللي عم يصير. نشكر الله اللي هيك، نشكر الله اللي هيك. يعني ما وارد أبدا أنه الناس اللي عم يشتغلوا بعدين، ما في شك أنه لو ما عايزينهم يشتغلوا عندهم، اللبناني شاطر شاطر، وخصوصا بقضايا محددة كتير شاطر وبيعوزوهن. بس انه كتير منيح انه ما برين يستغنوا عنهم، ما برين يدخلوهم بالقضايا السياسية اللي بينه وبين لبنان. بس بحياته لبنان ما كان بخلاف مع الدول العربية بالشكل اللي هو هلأ فيه. فإذا في شيء غلط بالسياسة اللبنانية. برأيك الجيش قادر يفرض اليوم سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية؟ الجيش نعم منشوف في أحزاب تحمل السلاح حاليا. بتعرفي يعني بده يكون الجيش كل عمره فارض على كل لبنان. ما عندي شك أبدا 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 إنه الجيش اللبناني بيقدر يفرض مع الأجهزة الأمنية، بيقدر يفرض السلطة على كل الأراضي اللبنانية. إنما الجيش مش هو السلطة. يعني الدولة لازم يكون عندها جيش الدولة، مش الدولة بتكون تابعة للجيش. الجيش بده أوامر. بدي أعطيك مثال، بحرب السنتين 75-99 إن شاء الله ما بترجع، بس بقي الجيش 11 شهر قاعد بالسكنة تبعه، ممنوع يتدخل، والعالم المدني عم يتقاتلوا مع بعضهم، والضيع عم يتهاجم الضيع وعم يحتلوا الضيع، والعسكري قاعد بالسكنة ومعه سلاح ومعه ذخيرة، وهو اللي لازم يعمل الأمن، وعائلته بعكار أو بالكورة أو بالبترون أو ببشرة أو بالضغرطة عم يهاجموها ببيته مع أولاده الصغار، وهو قاعد بالسكنة عم يتفرج. دلوا 11 شهر وصمد الجيش، صمد الجيش. يعني في ناس بيقولوا إنه انقسم وما انقسم، مش صحيح. صمد الجيش 11 شهر، بس الجيش بده أوامر. بدك هي يفرض السلطة على كل الأراضي اللبنانية، بدك تعطي أوامر. في مسؤولين رافضين يعطوا هاي الأوامر للجيش. من الوقت منشوف في أحزاب هي عندها أمر بالدولة، أحزاب مسلحة. مين رافض يعطي هالأمر للجيش بالتصرف على الأراضي اللبنانية؟ أنا بعرفه أنه السلطة ما عطيت أمر للجيش يعمل كل شيء بده إياه. أنا بدي أعطيك مثل المعابر غير الشرعية. ما كلهم بيحكوا انه صحيح واصلين ومن صار في الجيش يسكرها وما في الجيش يسكرها. انا باكد لك من خبرتي بالجيش، اذا بينعطى الامر بالجيش امر واضح وصريح وما في لبس فيه انه بتسكروا كل المعابر غير الشرعيه، 24 ساعه الجيش يسكرها. نعم، ما في ناس عم تعطي الامر. صحيح 100%، ما في شك، ما في شك. في كثير مستفيدين من هيدي المعابر بالتهريب وبغيرها. معروف هذا. نعم. معروف. هلا اذا قلت لي مين مسؤول، انا بعرف انه كل المسؤولين مسؤولين، كلهم كلهم كلهم. نعم. ما في حدا مش مسؤول. عميد، انت رجل سيادي بهمك سياده الوطن، بتعتقد السياده اليوم بخطر بظل هيدا التهريب اللي عم تحكي عنه، المعابر غير الشرعيه، الكابتاجون، النيترات، السلاح المتفلت؟ هل السياده اليوم يلي انت بتنادي فيها بخطاباتك، بتعتقد انه السياده اليوم بخطر بلبنان؟ لا، السياده ما انا مأمنه هلا. مأكد
هلا هي ضمن الخطر، مش في خطر لمستقبلا، لا هي هلا سيدي ما انا مأمنه. هلا نحن مرشحين مع الناس اللي مثلنا اللي منهم سياسيين ولا اشتغلوا سياسي ولا تابعين لاحزاب ولا تابعين لحدا. هالجماعات هيدي بدها تعمل سياده بالبلد، بدها توصل لمحل انه في دوله مثل كل بلاد العالم. مش نحن اخترعنا نظام الدولة ونظام المؤسسات ونظام الوزارات ونظام الجيش ونظام الدرك وكل شيء بيبنوا الدولة. هاي 5000 سنة دلوا لحتى وصلوا لستام هذا. نحن ما فينا الغير هيك بده يكون البلد. هلا البلد مش هيك. هلا في أحزاب برأيك بلبنان بعدها عم بتنادي بالسيادة؟ بالسيادة؟ نعم أحزاب سيادية؟ ما فيك تقول الأحزاب سيادية. السيادة بتكون للدولة. الأحزاب بما أنها مش دولة. أحزاب بتسمي حالها اليوم أحزاب سيادية. ما بعرف. يعني بتطالب بالسيادة بالحرية بالاستقلال. في أحزاب عم تطالب. نعم. وتسمي حالها أحزاب سيادية. أوكي. بس ما في حزب أنا برأيي بيقول هو السيادة. ضد هذه الفكرة إنه حزب يطلع يقول أنا حزب سيادة. ما في. لأنه السيادة يعني الدولة. دولة. بعدين الدولة مثل ما قلت لك مش نحن اخترعناه، نظام الدولة بالعالم كله في نظام دولة، في مؤسسات، في جيش، في قوى أمن، في قضاء، في كذا، كله هيدا بنى، مش نحن بنيناه، بس نحن اخذينه هالنظام وماشيين فيه. ما في حدا يقول أنا السيادة إذا منه هو الدولة وهو المؤسسات وهو كل شيء. يعني السيادة ضمن الدولة، الدولة هي السيادة. أما الأحزاب اللي بتنادي بالفكر السيادي ما فيها تنسب السيادة لإلها 100%. أنا بعرف إنه أحزاب عم تقول بدنا نوصل للسيادة، للدولة تكون سيدة على كل أراضيها وكل شيء، بس ما بعرف إذا في أحزاب عم تقول نحن السيادة. ما بعرف. في كتير. نعم. حضرتك بتدعي أيضا للتمسك بلبنان التعددي بدل من الهجرة والعمل بالخارج والعيش بلبنان بحياة آمنة. برأيك مين تسبب اليوم بهجرة اللبنانيين وخاصة فئة الشباب؟ يعني شهدنا بالسنوات الأخيرة هجرة مرتفعة جدا من اللبنانيين وخاصة الشباب. مين هجر الشعب اللبناني اليوم؟ هلا تعددي لبنان تعددي. نعم. مش انا عم نادي فيه، هو تعددي. يعني لبنان هلا في بلدان منا تعددية، يعني فريق واحد موجود فيها ما في غيره. نحن بلد تعددي، يعني في اديان مختلفه، في حضارات مختلفه، في ثقافات مختلفه. حضرتك بتدعي للتمسك بلبنان التعددي؟ ما في شك. لبنان هو تعددي، ما فيك ما تمسكي فيه. يعني ما في فريق يقول أنا بدي سيطر على لبنان كله والبقية بدي يتبعوا لي. ما في حدا يتبع حدا. اليوم نحن على كل نحن الوزارات اللي عم شكلوا وعم تكون وزارات تعددية، يعني ما في فريق واحد يعمل وزارة من حزب واحد أو من نادي دائما بالعيش المشترك. صحيح. او من ثقافه وحده، لا لبنان تعددي. هلا لبنان الهجره بلبنان قديمه. والهجره من لبنان مثل كل البلاد الصغيره، والبلاد مساحتها منها كبيره كثير بيصير منها هجره على بلدان بحاجه لناس تشتغل فيها. نعم. مثل أمريكا، الولايات المتحدة، أوروبا، دول الخليج أيضا. دول الخليج ما في شك، دول الخليج بيهجروا عليها للعمل. إيه، بس في الدول الأوروبية الأمريكية عم يندمجوا بالمجتمع وعم يصيروا تابعين لهالدولة بكل شيء. هلا قديمة هاي الهجرة. قديمة، لكن هلأ زادت كتير، وبنسمع اليوم الشباب عم بيقولوا ما بقى عنا أمل بلبنان، بدنا نهاجر ونفل. صحيح. لبنان عم بحكي لك على الهجرة القديمة منيحة. نعم. منيحة، وفي ناس كتير عايشين من وراء أولادهم اللي قاعدين برا، وفي ناس هاجروا من مئات السنين ونجحوا برا. في عندك رئاسات جمهوريات لبنانية، في عندك رئاسات حكومات، مجلس نواب قد ما بدك، ووزراء بالعالم كله.
لبنانية أصلاً. هيدا الشيء بنشوف حالنا فيه. هلا الهجرة الأخيرة. الأخيرة. الشباب خاصة الشباب. يعني السبب الكبير تبع الهجرة إنه ما في شغل لهم. ما في شغل. حتى لو لقوا شغلهم، حتى لو لقوا شغلهم يعني بيشتغل شو بيعطوه معاش؟ بيقدر يروح على الشغل ويرجع بيحطوا بنزين. إضافة لانهيار المصارف. كل يوم تنهار. أموال المودعين راحت كلها. هيدا أكثر شيء الشباب. هيدا أنا برأيي. هلا اعملي شغل هون للشباب. وعملي لهم شغل مع رواتب محترمة بيقدر يبني يعمل بيت، بيقدر يتجوز، بيقدر يجيب عفش على بيته، بيقدر يعيش عائلته بكرامة. ببحبوحة ما بيعود هاجر. طب عميد شو سبب انعدام فرص العمل بلبنان حاليا بالمرحلة الأخيرة؟ كانت كتير واطية فرص العمل تسببت بالهجرة. انعدام فرص العمل لأنه ما فيش ثابت، خصوصا بالاقتصاد ما فيش ثابت بالاقتصاد. إذا العملة كل يوم تغير، كل يوم تغير منهارة حاليا. المؤسسات المعامل اللي كان منه لبناني وبيجي بيبنيلك معمل هون، هلا بالوضع اللي نحن فيه بلبنان شو بده يجي يعمل؟ شو مشان شو؟ ما نحن اللبناني عم نقول نحن عايشين برا كثير منه مستقر ومنه اللي من برا اللي بده يحط مئات ملايين او مئات الوف الدولارات ليبني شغل لهون ليشغل الشباب تبعنا. طيب اذا ما في شيء مستقر، ما في استقرار، اذا حط مصرياته بالبنك ما في شيء لون، بعدين كل يوم بتطلع العملة، بعدين حتى الاستقرار الأمني، حتى الاستقرار الأمني ما إنه موجود. بتعرف كل يوم إذا بتقري الجرائد كل يوم في مشاكل أمنية، سرقات، في مشاكل، في قتل، جرائم قتل شفناها من يومين كمان. الأجنبي ما بيجي، حتى اللبناني اللي عنده مؤسسة هون، اللي عنده مؤسسة هون لا المازوت مأمن له لا العملة بيقدر يشيلها. إذا بده يجيب من برا بدهن يحولوا له بالدولار يجيب الشيء اللي بده إياه من برا، ما بيقدر يعمله. شو بده يعمل شغله؟ مش شو ما بيعمل شغله لأنه يعني الدولة انهارت بكل قطاعاتها خاصة بالسنتين الأخيرتين. انهيار كامل، كله لحق بعضه، كله لحق بعضه. عميد أنت متقاعد من الدولة اللبنانية لكن لا تزال تعمل في مجال الكتابة وعندك مؤلفات كتيرة، خبرنا شوي عن هذه الكتب وهل بعدك عم بتمارس الكتابة حاليا؟ إيه نعم. لقلك شو، أنا بشجع كل إنسان أنه يدلي يتسقف على طول ويتعلم على طول. أنا وقت بلشت أدرس دروس عالية كنت كابيتان، كنت بثلاث نجوم، كلفوني اعطي دروس تاريخ عسكري بالمدرسة الحربية وما كنت ما بعرف شيء عن التاريخ العسكري. يعني بعرف انه الامور الاساسية بس هو. عندك كتابات عن تاريخ الجيش اللبناني بلغتين؟ نعم. بلشت عملت 6 سنين بالجامعة اللبنانية هون، صنفت صنفوني الاول فيهم 6 سنين، اعطوني منحة رحت على جامعة السوربون عملت 6 سنين بالسوربون. اول 3 سنين عملت دكتوراه توازن سيكل تريبيان اخذ، لانه انا بشتغل بجديه. يعني ما فيك تشتغلي الا بجديه، اللي بده ياخذ نتيجه بده يشتغل بجديه، بده يحط كل راسه بشغله، كل راسه بده يحطه بشغله والا ما بينجح. انا بحط كل راسي بشغلي بالعلم بالدرس، حطيت كل راسي بالسوربون بتعرفي جامعه محترمه، حطيت كل راسي فيها. أول ملاحظة أعطاني إياها البروفيسور المشرف علي، سمالي 4 كتب. أول ما بعثت له أول نسخة من الدكتوراه اللي بده يصلح لي إياها، سمالي 4 كتب بالفرنساوي، كل كتاب 500-600 صفحة، جبتهم كلهم بصمتهم واستشهدت فيهم على اللي بدي أبعث له إياها. أول مرة طلع هيك إنه هيدا سيريو، يعني جدي، مش انه عم يلعب، مش انه جاي يلعب بالسوربون او بالسوربون. اول سنه بقدم له نسخه صغيره يعني 60 صفحه عن الدكتوراه كيف بده يصير العمل. قال لي بالفرنساوي جوني كو ديزيلوج ابو فير. بعدين اعطاني تريبيان بعد 3 سنين دكتوراه تروازيم تيك، وبعدين دكتوراه دولي. وكل هالفتره كنت ضابط،
وكنت عم بعمل واجباتي هون مثل ما لازم. الوظائف كانوا عم يعطوني اياها بالجيش كلها وظائف بدها شغل، بدها شغل. نعم. اخر دكتوراه كنت اخذتها دكتوراه ديتا سنه 86، كنت قائد لواء، كنت عائد وقائد لواء السابع هون، عندي 4000 عسكري انا بدي اهتم بكل امورهم، وكنت اهتم بكل امورهم واخذت الدكتوراه. البدو يعمل حتى البدو يشتغل بكل شيء، بده يحط كل هدفه بشغله. يعني اذا واحد شو ما كان شغلته حط كل وقته فيها وصنفوه الاول بشغله بينجح. بينجح. هيك انا اشتغلت، هيك اشتغلت. هلا بس خلصت من الجيش كنت دجا عامل كتب وطابع لي اياه هون دار نوبليس. قبل ما اطلع من الجيش قال لي بس تقعد بدك تجي تعمل مدير عام الشركه. الشركه كان فيها 30 سيارة يبرموا لبنان كله سوا، كان عنا شي 200 موظف وموظفة، عنا فروع بكل الدول العربية تبعها. أنا كنت المدير العام، بعدني أنا المدير العام تبعهم، بس هلا خف شغلنا ما في شك، لأنه هلا موضوع بعدني عم بكتب، بعدني عم بكتب. بس شو عم تشتغل حاليا؟ هلا هلا أنا المدير العام تبع دار النشر، وأنا بكتب موضوعات بجميع مثلا وقت عملوا انتخاب رئيس جمهورية، عملت أنا موضوع 12 كتاب الانتخابات الرئيسية اللي طلع فيها الرئيس الجنرال. هلا عندي عدة موضوعات جاهزين للطبع، بس هلا كل موضوع بتبيع بتكلفي 40-50 ألف دولار كاش لحتى تطلع يوم بدك 4-5 سنين. يعني الطبع خف الطبع كثير كثير. بعدين البنات عندنا بنات بيبيعوا على التليفون، بيتصلوا بشخص بيقول له يا عمي وين عايش انت؟ بدك تبيعيني موسوعه؟ يعني وضع بالبلد، وضع مخربط بالبلد كثير كثير من كل النواحي، ما في حدا الا تضرر من هالوضع، مش بس الموظف او المتقاعد، لا اللي عنده شغل خاص شو ما كان يكون، عنده شركة، عنده محل، عنده سوبر ماركت، كل العالم مزعوج من هالموضوع هذا. وأنا بعتقد إنه كل العالم متسدين يطلعوا من هالوضع، متسدين وبيعملوا كل شيء بدك إياه ليطلعوا من هالوضع، بس بدهم مين يديرهم. يعني الثقافة حاليا حتى مهددة بلبنان مثل كل القطاعات. المثقفين الكبار فلوا. فلوا. إي فلوا. بعدين أنا أعمل لك عندي 3-4 موضوعات جاهزين اللي ما بنطبعهم. بسبب الأوضاع. حضرتك خدمت بالجيش 40 سنة وتنقلت بكل المناطق اللبنانية، لكن انت ابن الكورة وللكورة معزة خاصة بقلبك، في حال فزت بالانتخابات النيابية شو حتغير عميد على صعيد قضاء الكورة؟ شو بتحتاج الكورة برأيك اليوم أكتر شيء؟ الكورة ما في شك نحن مرجعنا الكورة وغرامنا الكورة. الكورة من الأقضية اللي الدولة ما عملت لها شيء. صحيح. طبعاً من التهميش والإهمال. ما عملت لها شيء الدولة. يعني الكورة أولاد الكورة هن نشطين. هن نشطين. نعم. حتى البلديات، المخاطير، المؤسسات العامة مثلكم أنتم كلهم نشطين عاملين. حالة خاصة لهم. هن هن مشغلين بس الدولة ما عملت لهم شيء. في واحد امبارح كان عندنا احتفال. جاي من بيروت، ناس جاي من بيروت، قال لي يا عمي بس قطعت مفرق شكة وطلعت بهالطلوع ما معقول. تفاجأت، قال لي بهالنظافة بهالترتيب بهال كل شيء حلو، وشو بتقولوا الدولة ما عملت لكم شيء؟ قلت له يا حبيبي هيدي ما دخلت الدولة. قلت له ليل الكورة هن مثقفين، هن حضاريين، هن بيعملوا كل شيء لصالح كورة. أنا بحياتي لا أنا ولا أولادي ولا اللي بعرفهم بزت ورقة على الطريق أبداً. في محلات بتلاقي مثلاً عم يفقي فول وبزت لبرا، بيشرب بيبسي بزت لبرا. أولاد الكورة ما بيعملوا هيك، أولاد الكورة الورق بيحطوه بس يوصلوا لمحل، في محل الزبالة بيحطوه فيه، هن مرتبين. شو بدها الكورة؟ شو بدها؟ نعم. بدها كل شيء الكورة، بدها كل شيء. لا في شيء مستشفى حكومي بالكورة؟ حضرتك مع إنشاء مستشفى حكومي بالكورة؟ معلوم،
بس تكون مرتبة مع مش بس جامعات للدولة بالكرة. بس هلا أنا ما بدعي إنه أنا في أعمل هيك أمور، لكن بتشوف أنا ما في أعملها وحدي هالأمور، ومشان هيك تحلفت مع اللوات اللبنانية، لأنه اللوات اللبنانية هني عم يطالبوا بهالموضوع. هني فكرهم عجبني، فكرهم عجبني، نحن فينا وبدنا، نحن بدنا وفينا. هيدا هالسلوغان هي في إرادي، هالسلوغان هي جذبني إنه أنت فيك. أنا بعرف ناس فيهم وما عم بدهم، ناس ملايين معهم، مش مطلوب منه شيء، مطلوب منه اللي حواليه يشغلهم يساعدهم، ما بيعمل شيء. وفي ناس بدهم ومعهم، هودي اللي بدنا نمشي معهم، هودي اللي بدنا نمشي معهم. يعني أنا وحدي ما في أعمل شيء، أكد ولو عملت نايب، يعني ولو عملت ما بتقدر تحقق لحالك اي شيء، دائما بالتعاون مع الاخرين. بتحالف، التحالف اذا اجى 20 25 نايب للقوات اللبنانيه وللحلفاء تبعهم، بتعرفي بيغيروا كل شيء بالبلد؟ برايك قادرين يغيروا بظل اللي عم نعيشه اليوم؟ قادرين يغيروا؟ بيقدروا حتى لو كان عندهم كتله كبيره؟ بيقدروا يغيروا، لانه اليوم هلا نحن القوات اللبنانيه عم تحاول تغير السيستم، مش السيستم، تغير القيمين على السيستم. وقت عندك قيمين على السيستم كله سوا، بدهم يضبطوا البلد وبدهم يديروا البلد وبدهم ينفعوا العالم، ايه بيقدروا يعملوا بدهم اياه، مأكد بيقدروا، مأكد 100%. لبنان بلد صغير، 4-5 ملايين، في مدن 20 مليون 30 مليون، مدينة وحدة، بلد صغير وعم بيعيش مشاكل كبيرة جدا. لبنان غني كثير، مش بس بالبترول والغاز، بدي بالبترول، بكل شيء غني. المي بيعيش من المي تبعه اذا عرف استخدمه، بس ما بدك مين يدير هالموضوع. دائما في اداره لازم، اداره ما في شك، الاداره بدك مين يدير هذا الموضوع. تدعي اهالي الكوره اليوم للمشاركه بكثافه بالانتخابات النيابيه من اجل التغيير، من اجل يوصلوا صوتهم، من اجل تحقيق مشاريع طالبوا فيها وما تحققت. شو بتقول للكورانيين اليوم؟ بتدعيهم لمشاركة كثيفة بالانتخابات ب 15 أيار؟ بدعيهم؟ نعم، حضرتك مرشح. بس بدعيهم، أنا بقول كل واحد ما بيشترك بالانتخابات بيكون عم يغلط، بيكون عم يخون بلده، بيكون عم يخون الكورة تبعه، بيكون عم يخون الجماعات اللي بيقدروا يغيروا له هالوضع اللي هو فيه. نعم. هلا إذا هو مبسوط مثل ما هو هلا، لا في ياكل ولا في يشرب ولا في يعبي سيارته ولا في يلاقي دواء ولا في يجيب حليب لابنه، اذا مبسوط بهالوضع اللي هو فيه ما ينتخب. يعني بنشوف الشعب احيانا ساكت، مسؤول الشعب، هو مسؤول بالتغيير، مسؤول الشعب، مسؤول مثل ما اللي بده ينتخبه او الحزب اللي بده ينتخبوه ليوصلهم للمحل اللي رايحين عليه، هو مسؤول كمان. في واحد قال لي أنا إذا أمي مرشعة على الانتخابات ما بروح منتخب. هيدا الفكر. قلت له أنت نظامي، قلت له كيف بتحكي هيك أنت؟ أنت كيف بتحكي هيك؟ أنت مبسوط هلا بالوضع اللي أنت فيه؟ قال لي لا ماني مبسوط، لأنه ما عندنا شيء وما في شيء مأملنا. قلت له كيف بتقول لي إذا أمي مرشعة ما بنتخبها؟ كيف بدك تغير؟ كيف بدك تغير؟ في ناس بعدها بتحتاج لثقافة فكرية وسياسية. هيدا غباء، هيدا بسميه أنا غباء. يعني كل واحد بيفكر انه هو اذا ما انتخب ايش عليه، وهو قرفان من الوضع ما بينتخب. وك حبيبي قرفان من الوضع بدك تغيره، اذا انت ما انتخبت وهيك ما انتخب وهيك ما انتخب، ما فيك تغير شيء. هاي الانتخابات بتشوفها مصيريه يعني للتغيير، اهم انتخابات بتاريخ لبنان، لانه في فكر تغييري جاي، في فكر سيادي جاي، عم يحاول ما في شك عم يحاول. وانا بتمنى انه يوصل، بتمنى انه يوصل ويحقق للشيء اللي عم يقوله، لانه هيك صادق بالشيء اللي عم يقوله بده يعمله، والبلد ما بيحمل اكثر من هيك، ما فينا نحمل اكثر من هيك. عدم المشاركه بالانتخابات له ثمن بهيدي المرحله الخطيره. في بلدان ما بينتخب بغرموه. لازم كل بلد يعمل هيك،
ونحن بلبنان لازم نعمل هيك، اللي لازم ينتخي وما بينتخب بيدفع ضريبة. كيف بيدفع ضريبة على شغله على راتبه اللي بيقبضه؟ ما بينتخب بيدفع. في بلدان هيك صحيح. اللي ما بينتخب بيدفع. يعني المسؤولية تقع على عاتق الشعب بالنتيجة. شك، وإذا ما انتخبوا بكتيف الشعب، وإذا ما وصلوا السياديين والبدن يغيروا على الندوة البرلمانية بيكون هن مسؤولين عند مر بلده، بيكون هن مسؤولين وبيستاهلوا ساعتها. عميد، كلمة أخيرة من هيدا المنبر بتوجهها لأهالي كسبة ولأهالي الكورة ونحن على أبواب الاستحقاق الانتخابي. أهالي الكرة وأهالي كسبة وأهالي المنطقة الكلة اللي نحن فيها البتون وصغرطة وبشري وكذا، هاودي بقلبنا بقلبنا. وكوني مأكدة إنه اللي بيأدي باللي بيترشح على الانتخابات معناه عنده غرام إنه يشتغل، إنه يعمل شيء. هلأ أنا بوجه لهم كلام إنه هني لازم يعملوا شيء كمان، هني لازم يعملوا شيء، ما يتراجعوا، ما يفكروا إنه أنا شو في يعمل. يا أخي أنت وهو 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 فيك أنت تعمله وحدك، ما فيك تعمل شيء مضبوط، بس أنت شارك، عمل شيء، ما يقعدوا على جنب. بس هيدا التوصية تبعي، ما يقعدوا على جنب، لأنه إذا وصلوا الجماعات اللي بدهم يغيروا مأكد رح يصير تغيير، وإذا ما وصلون بدنا ندل مثل ما نحن، حنبقى بنفس الوقت. وأنا بحب مندل مثل ما نحن. عميد، نحن منتشكرك على هيدا اللقاء المميز ومنتمنى لك التوفيق بالانتخابات النيابية المقبلة. أنا بتشكركم كمان. نعم، مشاهدينا إلى اللقاء بالحلقة المقبلة.